تفاجأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني من بعض الوسائل الإعلامية من استياء الجمهور التونسي بسبب تحضيره لأغنية لمصر. بل بدي أقوله أنا بفتخر بعروبتي وقوميتي العربية وانتمائي إلى الأمة العربية بشكل عام دون تفرقة أي دولة عن دولة أخرى. يعني أنا بقدر مني لبناني، بقدر مني تونسي، وبقدر مني ليبي وجزائري ومصري. ولكن لبعض التوضيح، أغنية مصر كانت محضرة لغنيها بدار الأوبرا بالقاهرة بربيع 2010 لما كان في عندي حفل بدار الأوبرا، ومن المقرر هلأ بعد شهرين يكون في عندي حفل بدار الأوبرا بالقاهرة. كانت الأغنية حاضرة وملحنة ومكتوب كلماتها ومجهزة لحد تصدر أو غنيها لأول مرة بدار الأوبرا. هذا وينتظر الحلاني هدوء الأوضاع في الدول العربية لإصدار ألبومه الجديد. الألبوم تبعي تقريبا صار حاضر وكان من المفروض يصدر خلال شهر 2، يعني كنا على شهر 1 كمان. نعم. بس أحداث اللي حصلت بتونس وبمصر وبليبيا. نعم. وبالمنطقة بشكل عام، بالمنطقة العربية، يعني طبعا اقتضيت أنه نتفق مع الشركة على تأجيل مواعيد الإصدار، لأنه بهمك الناس تكون مرتاحة لتسمع موسيقى. هلأ بدون شك بأنه حتى بوقت الناس بتكون في عندها محنة بتلجأ كمان للموسيقى، لأن الموسيقى ما إلى وقت وزمن. نحن طبعا عم نكفي إنتاج ونجهز لحتى، وكليب اوريدي تصور، يعني حتى يعني تصور قبل راس السنه. طبعا. الكليب اللي راح يصدر مع الالبوم كان اللي هو انا استاذ وديع الصافي، الله طول بعمره.